الناس اللي بتسأل عن أنواع أقراص وحقن فيتامين د اللي موجودة بالأسواق، هقول لك دلوقتي في الفيديو ده على أهم 10 أنواع. قبل ما أقول لك على أهم 10 أنواع للمكملات الغذائية للفيتامين د الموجودة بالأسواق، لازم تعرف إنك لازم ما تاخدش أي حاجة منهم إلا بعد ما تعمل تحليل لفيتامين د وبعد استشارة الدكتور المتخصص. من افضل 10 مكملات غذائيه لفيتامين د موجوده بالاسواق حقن الديفارول اس اللي بتحتوي على فيتامين د 3 او الكوليكالسيفيرول بتركيز 200,000 وحده دوليه، بتتاخد في العضل او ممكن تتاخد بالفم على نص كوبايه ميه برضو بعد استشاره الدكتور المعالج. تاني نوع معانا حقن فيتامين د اللي بتتاخد للحوامل المعروفه باسم حقن الاستيروجيل اللي بتتاخد في العضل، وهي عباره عن فيتامين د 2 او الارجوكالسيفيرول بتركيز 600,000 وحده دوليه. ثالث حاجه معانا نقط الفي دروب، وده عباره عن نقط فيتامين د 3 بتركيز 2800 وحده دوليه في كل ملي، العبوه فيها 18 ملي. رابع نوع معانا اقراص الليمتلس اوسوفورتين، دي عباره عن فيتامين د 3 في صوره اقراص بتركيز 50,000 وحده دوليه من فيتامين د. خامس حاجه معانا الدافاليندي اقراص فيتامين د، عباره عن اقراص بتركيز 1000 وحدة دولية من فيتامين د 3. سادس نوع معانا الوان الفا، وده عبارة عن كبسولات او نقط للفم عبارة عن فيتامين د في صورة الالفا كالسيدول، الكبسولات موجودة بتركيز ربع مايكروغرام ونص مايكروغرام وواحد مايكروغرام، والنقط موجودة بتركيز 2 مايكروغرام لكل ملي. النوع اللي بعد كده معانا الاوسوفورتين، ده عبارة عن اقراص فيتامين د 2 او ارجوكالسيفيرول موجودة بتركيزين، تركيز 50,000 وحدة دولية وتركيز 10,000 وحدة دولية من فيتامين د. النوع اللي معانا بعد كده الاوسوفورتين اوريجينال، موجود في صورة اقراص فيتامين د 3 بتركيز 5,000 وحدة دولية من فيتامين د. النوع اللي بعد كده من فيتامين د الدي 3 كاندي، ودي عبارة عن قطع شوكولاتة للمضغ، في نوع للكبار وفي نوع للاطفال. النوع الكبار بيكون بتركيز 1000 وحدة دولية من فيتامين د، والنوع الاطفال اللي هم اكتر من 4 سنوات موجود في صورة اقراص بتركيز 400 وحدة دولية. اخر نوع معانا كبسولات البون كير، بتحتوي على فيتامين د في صورة الالفا كالسيدول، متوفرة بتركيز ربع مايكروغرام ونص مايكروغرام وواحد مايكروغرام. دي اهم 10 مكملات غذائية لفيتامين د موجودة بالاسواق. ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو وتتابعني علشان يوصلك كل يوم فيديو جديد، ولو عندك سؤال بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو وانا هرد عليك. اتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري بطنطا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.